إلى بيونغانغ، حيث يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي مقدمة استقباله الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون. هذه الزيارة الأولى للرئيس الروسي بعد 24 عاما ينظر إليها الغرب بعين القلق والكثب، حيث يفرش السجاد الأحمر الآن بانتظار أن يصل وتطأ قدما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، حيث هناك أيضا مراسم استقبال للرئيس الروسي. هذه الزيارة التي كان استقبلها واستبقها الرئيسان الكوري الشمالي وأيضا الروسي بالمصادقة على مسودة لاتفاقية شراكة استراتيجية دفاعية مشتركة بين الرجلين، حيث ينظر الغرب بقلق إلى هذه الزيارة في الوقت الذي يتهم فيه الغرب وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، يتهمان روسيا بأنها تحصل على مساعدة عسكرية من كوريا الشمالية في مجريات الحرب. هذا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إذن بعد أن هبطت الطائرة الروسية ليستقبله الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هذه الزيارة اللافتة من حيث التوقيت، والتي تأتي بعد 24 عاما يصل بوتين ليعانق هذا الزعيم، زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هذه الزيارة. طبعا ينظر إلى هذه الزيارة بأنها قد لا تأتي من أن الرجلان صديقين، ولكن قد يكون هناك علاقة مصالح تجمع بين الرجلين وتجمع بين البلدين، بحكم أن روسيا وكوريا الشمالية بلدان يخضعان لعقوبات الأكبر في العالم، بالتالي يتشاركان مسألة أنهما بلدان معزولان اليوم بحكم أن كوريا الشمالية تتعرض لعقوبات وأيضا روسيا إزاء حربها مع أوكرانيا.